السلام عليكم ورحمة الله. النيتش هو أهم نقطة يجب التركيز عليها قبل البداية في أي تصميم. لذلك إخواني قررت أن أساعد الأصدقاء خصوصا في الفيديوهات الأخيرة كما لاحظتم، حيث قمت بالتركيز على إعطائكم العديد من النيتشات المربحة والتي يمكنكم أن تحققوا العديد من المبيعات فيها إن قمتم بالاشتغال عليها شريطة احترام هذه النقط: تصميم الغلاف يكون جيد، تصميم المحتوى يكون جيد، اختيار العنوان بكل دقة، وكذلك الكلمات المفتاحية. وفي هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم لكم كنز آخر من كنوز الكيدبي، وهو نيتش رائع جدا عليه منافسة قليلة وبحث كبير في أمازون، وإن قمتم بالاشتغال عليه فسوف تشكرونني بعد ذلك. لكن إخواني قبل هذا لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا أول بأول. إذن في هذا الشرح سأقدم لكم 3 نيتشات مربحة، لكن سأركز على أفضلها حتى لا يكون الفيديو طويل، وكذلك سنقوم بالتحقق من هذا النيتش نسبة المنافسة وكذلك نسبة الطلب عليه، وسنتأكد كذلك هل عليه حقوق ملكية أو تراد مارك. إذن كل هذه الجوانب سوف نقوم بشرحها في هذا الفيديو حتى يكون هذا النيتش جاهز للاشتغال عليه دون أي مشكل. إذن إخواني أول نيتش سوف نتحدث عليه هو هذا النيتش Genealogy Organizer Notebook، وهذا النيتش كما تلاحظون عليه نسبة منافسة قليلة جدا، وسوف نقوم بالبحث في هذا الموقع الذي سبق لي شرحه في الفيديو السابق والذي يظهر لنا كذلك نسبة البحث على هذا النيتش. إذن لاحظوا معي إخواني 2325 كنسبة بحث مقابل 294 نتيجة منافسة. إذن هذا نيتش جيد جدا، يجب عليكم الاشتغال عليه وسوف تبهركم النتائج التي ستحققونها منه إن شاء الله. ثم قبل العودة إلى هذا النيتش سوف نمر على النيتشات الأخرى. هذا نيتش كذلك جيد للاشتغال عليه، لاحظوا معي المنافسة قليلة إخواني وكذلك نسبة البحث عليه مرتفعة جدا. وهنا كذلك نيتش آخر لاحظوا معي نسبة المنافسة عليه هي مرتفعة قليلا، لكن مقارنة مع نسبة البحث عليه فهو نيتش جيد. لذلك هذه النيتشات الثلاثة تعتبر نيتشات جد مربحة يمكنكم الاشتغال عليها، لكن سأركز على هذا النيتش وسأقوم بالتأكد من هل هذا النيتش عليه تراد مارك أو كذلك عليه كوبي رايت يعني حقوق ملكية حتى لا نقع في أي مشكل. الآن سوف أتأكد من هل فعلا هذا النيتش ليس تراد مارك أو ماركة مسجلة. إذا كما يتضح لكم إخواني فليس عليه أي تراد مارك أو ماركة مسجلة، إذا من هذا الجانب فليس لدينا أي مشكل. ثم أذهب إلى جوجل وأقوم بنسخ النيتش ثم أضعه هنا. لم تظهر لي أي حقوق ملكية على هذا النيتش، وهذا كان واضحا. هذه كلمات عامة لا يمكن أن يكون عليها حقوق ملكية، لكن أردت أن أريكم الطريقة الصحيحة للاشتغال خطوة بخطوة حتى تتجنبوا أي مشكل. والآن سوف أنتقل إلى إحدى الكتب مثل هذا الكتاب، وسأقوم بمحاولة إنشاء كتاب يشبه هذا الكتاب. فأول شيء يجب عليكم الانتباه إليه هو عدد الصفحات الخاصة بهذا الكتاب، ثم بعد ذلك القياس الخاص بهذا الكتاب، ثم بعد ذلك أعود إلى الكتاب Look Inside. كما تلاحظون الغلاف يبدو عادي جدا، أي شخص يمكنه إنشاء غلاف بهذا الشكل. لاحظوا معي الصفحة الأولى كذلك فيها عنوان وشجرة للأنساب. وحتى أذكركم فبالنسبة لهذا النيتش خاص بالأنساب، لاحظوا معي إخواني هذه الصفحة الأولى الخاصة بصاحب الكتاب، ثم هذه هي الصفحة التي يجب علينا أن نقوم بإنشائها، وهذه صفحة سهلة جدا. يمكنكم الذهاب إلى بوربوينت ثم إنشاء جدول بعدد هذه الخانات، ثم تقومون بنسخ نفس الكلمات الموجودة في هذه الصفحة في صفحتكم. لاحظوا معي هنا
هذه أرقام، وهنا لدينا تاريخ الازدياد، هنا مكان الازدياد، وكذلك هنا مكان الزواج، هنا تاريخ الزواج، وهنا مكان الموت وسبب الموت، وكذلك مكان الدفن. يعني أشياء بسيطة جدا مع شجرة مرافقة لكل ورقة، وهنا كذلك بطاقة تعريفية، هنا الصورة، الاسم، تاريخ الازدياد، تاريخ الموت، يعني اسم الأب، اسم الأم، اسم الأطفال، وبعض الملاحظات الأخرى. يعني هنا مجموعة من المعلومات التي قام صاحب الكتاب بإنشائها في هذه الورقة، لأن هناك أشخاص يبحثون على هذا المحتوى، وبالتالي فهذا الكتاب يحقق مبيعات كبيرة. وصاحب هذا الكتاب قام بإنشاء هذا الكتاب لأن هذه النوعية بالذات تحظى بالكثير من الاهتمام، والقليل من الأشخاص الذين فكروا في القيام بإنشاء هذه النوعية من الأفكار، وبالتالي هذه هي الميزة التي نتوفر عليها في هذا النيتش، فهو نيتش مربح جدا إخواني. أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يريدون أن يضيعوا وقتهم في إنشاء وتصميم هذه النوعية من الكتب، فما عليكم سوى نسخ هذا العنوان الرئيسي، ثم الذهاب إلى كرياتيف فابريكا، وقوموا بلصقها في خانة البحث، وهنا سيظهر لي العديد من المحتويات الخاصة بهذه النوعية من الكتب. وكهدية مني لكم إخواني، فيمكنكم الاستفادة من اشتراك الخاص بكرياتيف فابريكا بدولار واحد فقط من الرابط الذي سوف أقوم بوضعه لكم في وصف هذا الفيديو. ما عليكم سوى الدخول والتسجيل بدولار واحد، سواء قمتم بالدفع عن طريق البطاقة أو كذلك الباي بال، فليس هنالك أي مشكل. وسنشاهد هذا المحتوى مثلا، إذن هناك مجموعة من الصور بقياس 6×9 إنش، 200 صفحة، نوبليد، محتوى يمكن التعديل عليه، ثم كاليتي جيدة، أي صور واضحة جدا، وهذا كله قابل للطبع. إذن إخواني، إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على إعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال. وإن كانت أخي أختي هذه هي أول زيارة لك للقناة، فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول.